انا الحمد لله كملت رحيلي في هاد الشتاوى، قلت عذبنا بزاف. هذا اسماعيل ديالاش؟ هذا ديال سرقزي ديال لي زامي. اش اخباركم؟ كلكم مزيان؟ كلشي لاباس؟ انا الحمد لله كملت رحيلي في هاد الشتاوى. المهم سيت لي تخو ديفيسيل، تعذبنا بزاف، ولكن الحمد لله كنقولوا بشويه بشويه صراحه. سورتو افيك لي بيبي، وعندنا داكشي بزاف، عندنا زعما بزاف فريمون، عندنا داكشي بزاف. سينو بغيت نبارطاجي معكم بزاف ديال الحاجات درتهم هاد لا سيمين. نيت هنا في الدار ولكن ما جيتهمش معكم، بحال لا سوسيتي ديال الميناج اللي جاوا عندي لا ديرنيير فوا للدار، داروا ليا لو تريتمون 4 دي اللي كيكون كونتر لي كافار، كونتر كاع لي انسكت اللي كيكونوا كيدخلوا للدار، كيديروهم في لي بلاكار، كيديروهم في بامال دو تروك، بلوس لا ديزانفيكسيون ديال توت لا ميزون. حتى هي غادي نبارطاجيها معكم. صافي فاش كيخرجوا المعلميه كاملين، فاش يديروا الكلاري دو شونتي وكيديروا لو نيتواياج اي تو، عارفين بلي حتى واحد ما يعاود يدخل. قلتي لي سي لو تريتمون 4 دي ياك ديال لي كافار وديال صرا الخزيز كاع لي زانفيكت. هذا اسماعيل ديالاش؟ هذا ديال سرقزي ديال وكيدير صافي لي بلاكار. كيدير في بلاصه وحده؟ في بلاصه وحده. ايوا هنا ما كيجيش صرار الزيت. اه ما كيجيش صرار الشيء اللي بغينا. كيديرهم في البيبان. Les amis, donc voilà les stories les partagées avec vous. C'était pour la désinfection et le traitement 4D. Alors vous risquez de voir en détail les choses. Je vais vous montrer une autre société déjà grandie qui a le nettoyage de tout ce qui est meubles et tapis et chaque chose. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer. Merci. ميكاب ارتيستا ديال هالوين. درتي الشوها عاوتاني؟ درتي الشوها؟ غزان والمكياج شد عاوتاني داك العكر وكتماكي. اي لا دور شي حاجه سميتها الماكياج. قولي ماكياج. ماكياج. برافو. الناس اللي صيفطوا لي دي ميساج زوينين مورا الحلقه ديالي ديال فالورز، شكرا بزاف 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 بزاف. بزاف ديال الناس يلا كيكتشفوا شخصيتي اترافير هاد ليميسيون فالورز، وانا سو جون دي ميسيون كيعجبني نديرهم حيت تتبان فيهم شكون نتا غيلمون. دونك كنت انا هي انا، شاركت افكار ديالي، شاركت احاسيسي، وفوالا. ميرسي بزاف لكاع الناس اللي صيفطوا لي دي ميساج. الناس اللي يلا غيشوفوا الحلقه نيزيتي با ان ليسي دي كومونتير ولا دي ميساج اون بريفي. الله لي زامي صافي فريمون دو بيان. كنت ضائعه، كنت مضيعه راسي فريمون، كنت كندير نيمبورط كوا في الفتره نقاها. مش من فتره نقاها، فتره تخربيقولوجيه البدنيه، كنت غير جالسه وكنخشي فوجي نيمبورط كوا وتخربيق. في لو مومون كيبان لكم شي حاجه زوينه، او تشهيت لي شيبس، تشهيت هادي، تشهيت شكلاط، تشهيت باتيسري، وكتقول ما سوقيش دابا شي با اون ريجيم، جو في دو نيمبورط كوا، جو بو مي بيرميتر ندير لي بغيت. في لو مومون كيكون عاجبكم الحال، مي اون فوا ابري كيبقى بحال كيجيكم واحد ديبرسيون، كتشوفوا كتشوفوا راسكم فو نيت با هذا
نتوما ماشي صحيين غاديين وكتكرفسوا على راسكم، دونك اوتوماتيكمون هادشي هذا كيتاثر حتى على المورال، تيخليكم فاشلون، ما عندكمش ديك العزيمه انكم تقدموا داكشي، حيت كتلقاو راسكم في التخربيق، غاديين في التخربيق، دونك كتبقاو حتى في لي ديسيزيون ديالكم. لي زامي الوغ فيما يخص موضوع ديال ويلي يا اختي انا الراجل اللي ما كانش كيغير عليا تيقول لي دخلي لداركم ستري، وكاع حتى الا كان كيضربني زعما هي دقه خفيفه تيدفعني بحال هكا، ماشي راجل، خاص يكون كيخلي ضربويه واحد شويه، وخاص يكون تيبين لي الحراشيه ديالو باش انا يعجبني الحال، نضحك نقول كيبغيني حيت دقتي الحبيب كأكلي الزبيب. المهم انايا جي ريان كونتر زعما سو جونغ سيت كونسيبسيون دو مارياج ديال بان الراجل تيمتلك الزوجه ديالو، جو لي ريان كونتر جو ريسبكت، ولكن il faut respecter aussi l'autre vision des choses. حيت ما كايناش une seule conception de mariage, il y a plusieurs. كاينه لا كونسيبسيون ديال حتى شي واحد ما ملك الاخر، كاينه لا كونسيبسيون ديال احترام قناعات بعضنا البعض، بزاف ديال الحوار، ولكن في اخر الحوار يعني كل واحد كيحترم قناعات الاخر، يعني on peut sentir de la jalousie، يمكن نحسو بالغيره مراكم راجل، ولكن كاين فرق ما بين تحس بالغيره وتفرض تاليمونتي ديك الغيره، tu la nourris، يعني تغذي هذيك الغيره بانك تفرض كل ما يعني يؤيد غيرتك. انا بالنسبه لي الغيره سي ان سنتيمون نيجاتيف كيل فو كومباتر، ماشي il faut pas nourrir الغيره، il faut la combattre، لان سي ان سنتيمون وي مزيان سي بيان دو سو سنتير يعني شاركونا يا غارو علينا وداكشي، ولكن كون سا دوفيان، راني ديجا هضرت على لا جالوزي مالاديف، كون الشريك كيعطي لراسو الحق انه يحيد لك شخصيتك باش يفرض عليك الاشياء لانه حس بالغيره، انا شخصيا جو نو سوي با داكور. علاش؟ لان ملي الانسان كيقدم تنازلات على حساب داكشي اللي هو باغي، يعني ما كنهضرش على التنازلات العاديه ديال الحياه ديال كتحاول ترضي الاخر وتحاول يرضيك، كنهضر على التنازلات المتعلقه بالقناعات ديال الانسان، ديال انك كتسمح في شخصيتك، كتحاول تبدل من شخصيتك على ود الاخر، يعني كديرها مره وجوج وثلاثه واربعه، شنو كينتج على ذلك؟ كتولي يعني جوج حالات، يا اما كتولي فرستري، كتولي عصبي يعني مقموع، يعني ان فولكان قريب انها يتفرقع واحد النهار، كتبقى تجمع 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 تجمع، اي سا سي تري موفي بور لا سانتي، سي تري موفي بور لو كوبل، لا يستمر هذا الكوبل هذا، او كتولي كتمسح لك شخصيتك بالمره، كتولي جثة بدون روح، جثة كيدخلوا فيها ارواح اخرى وقناعات اخرى ماشي ديالك، وانت كتكون غير كتلبي طلبات وقناعات الطرف الاخر. اي سا بون يا دي فام كي سون بور، ما زعما لي فام كي سون بور انا جي ريان كونتر، الا كنتي يعني ما كتهمكش انك شخصيتك tu t'épanouis بشخصيتك وما كيهمكش زعما ان tu gardes ce que tu es tout simplement، وانك قابله انك يعني tu te plies لكاع لي كابريس والطلبات والرغبات ولي ديسيزيون ولي فيزيون ديال الطرف الاخر، يعني سي طون دووا، غير هو il faut respecter l'autre vision des choses اللي كتقول بان سي توت اف بوسيبل، ماشي غير بوسيبل، انا بالنسبه ليا سي اسعد انك تكون مع واحد الشخص اللي كتحترموا بعضياتكم، يعني تتصنتوا لبعضياتكم، كتصنتوا لرغبات وقناعات بعضياتكم، وكتكونوا كتحترموها واخا ما تكونوش متفقين فورسيمون عليها، يعني كل واحد كتخليو له لسباس ديالو لو موند ديالو فين انه يحس بالسعاده وبليبانويسمون، فين انه ما يفقدش شخصيته. فوالا دونك لا للحرب لا للقتال، نعم للاختلاف، نعم لاحترام الاخر، نعم
للتوافق والتعايش.